أولا هنيئا الكوكب مراكشي، المقابلة كانت مفتوحة. الشوط الأول كنا في البداية مستحوذين على المقابلة، كنا الأقرب لتسجيل الهدف الأول. من بعد ضد مجرى اللاعب سجلوا علينا فريق الكوكب مراكشي، لأن تنعرفوا الحالة ديالو ما مسموحش ليه بالخطأ. في الشوط الثاني أعطينا تعليمات اللاعبين باش نديروا رياكسيون، سجلوا الهدف ديال التعادل اللي مالا الهدف ديال الفوز. تفاجئنا مع البداية ديال الشوط الثاني تسجل علينا الهدف الثاني. أظن بأنه ما تبقى من المقابلة فهو كان في الصالح ديالنا، فريق منافس كان من حقه أن يعتمد على المرتدات. سجلنا هدف الأول، كنا قرب باش نهزلو نسجلوا الهدف ديال التعادل، ما تمكناش، ربي ما وفقناش في هذه المقابلة. هنيئا الكوكب مراكشي مرة أخرى. هي النتيجة في المرحلة ديال الذهاب وفي الملعب ديالنا اللي كان 3-0 كنا أكثر إصرار، ولكن في هذه المراحل الأخيرة ديال البطولة تنعرفوا بأن الكوكب مراكشي كان الحالة ديالو أسوأ من الحالة ديالنا، فكان هو اللي ما عنده واحد الإلحاح، ولكن ما تيعنيش بأن حنا ما كانش علينا ضغط كبير. هذا علاش قدمنا واحد المقابلة كبيرة اليوم، ما كانش التوفيق معنا، خلقنا عدة فرص اللي ما ممكنش نخلقوها في مباريات أخرى. أظن بأن الهدف الثاني يمكن تسجل على ما أظن على حسب كلام ديال الناس اللي شافوا في التلفاز، ولكن اللي مهم هو خلقنا عدة فرص. بقينا دابا جوج ديال المقابلات، الأمور بين يدينا، خصنا ضروري ما نحصلوا على 3 نقاط باش نمنعوا من نزول القسم الوطني الثاني. وعلى حسب المعطيات اللي عندي دابا بأن قسم التادلة فازت، أظن بأن النادي القنيطري ودع بأن القسم الوطني الأول. تيبقى دابا الصراع على شكون اللي غادي ينزل من الفرق 4 أو 5 الفرق اللي هي شباب الريف الحسيمي وقصب التدلة ومغرب تطواني وشباب أطلس خنفرة. حنا بقينا جوج ديال المقابلات غادي نكونوا يمكن أسهل من الفرق الأخرى، لأن إلا شفنا قصب التدلة غادي نمشي للدفاع الحسني الجديدي، فحنا غادي نمشيو للنادي القنيطري وغادي ندخلوا في الميدان ديالنا أولمبيك خريبة. دا الأمور بين يدينا، خصنا 3 نقاط باش نحصلوا عليها ونضمنوا البقاء ديالنا إن شاء الله. سي الحرس شوقي له كل الاحترام، من أحسن الحكام في البطولة الوطنية. قلت له غير بأنه يفسر لي غير الإشارة اللي دار، لأن لما هو باليد ديالو للسونتر معناتها أن الهدف مقبول، ولكن قرار كان الحكم ديال الشرط، فحنا تنحترموا قرار ديال الحكم السيد الحرش. هما دائما هناك دي هو دي باب بالنسبه للمقابله، كيف ما تكلمت من قبل، دخلنا حنا ما عليناش الضغط اللي كان على الكوكب مراكشي، خلقنا عده فرص، فاحنا ما توفقناش. لو سجلنا الهدف الاول كانت غادي تمشي المقابله لواحد المجرى اخر، ممكن نزيدوا الهدف الثاني والهدف الثالث. ولكن حتى اليوم تنحيي الاداء ديال فريق كوكب مراكشي على القتاليه ديالو، لانه تعذب هو هذه عده دورات، تعذب واحد بشكل كبير. دابا حنا الامور باقي لنا جوج المقابلات، الامور بين يدينا، خصنا نجيبوا 3 نقاط باش نتفاداو النزول النهائي. الهردومي انت تتكلم عليه على ابن مدينه مراكش، هو خرج هذه 15 عام من مدينه مراكش، اللي يمكن نقول انا بان راه تطواني هو، ماشي اكثر من مراكش، فهو لاعب محترف تيأدي الواجب ديالو مع اي فريق. ما تنظنش بان كان شي تاثير، راك شفتوه العطاء ديالو حتى لاخر دقائق ديال المقابله وهو تيبذل مجهود. اليوم ما توفقناش، هنيئا كوكب مراكشي اللي ما يستاهلش هذه المكانه اللي هو فيها حاليا. شكرا. الله يحفظك.